صراحة احنا كلاعبين ولا كفريق تحت ورقة ما راضيش على النتيجة اللي حصلنا عليها. صراحة البداية المقابلة ما دخلناش فيها مزيان، هي فاش حصلنا عليها يعني 3 أهداف اللي كنا في غنى عنهم، ولكن تبقى ان المقابلة دي تعطينا واحد الدرس باش نعاودوا نزيدوا نشتغلوا باش نحسنوا من المردود ديالنا داخل الميدان ان شاء الله، ونحصلوا على نتيجة إيجابية اللي ترضي جميع مكونات فريق الاتحاد التوالدة. وطبيعة الحال تبقى ديربي عنده واحد موتيفاسيون ديالو خاصة، كنا داخلين على أساس باش نحققوا نتيجة إيجابية ونبادروا باش أننا نسجلوا، ولكن جو أهداف في مجرى اللاعب اللي صراحة بعثرت الأوراق ديال الإطار الوطني طارق سكيتيوي.